شوريا انت شو عم تساوي؟ انت شو عم تعملي هون هلا؟ قلت لك ما تيجي لهون ابدا، قلت لك تسالي اللي بدك اياه على التليفون ورح جاوبك، قلت لك انه تضلي برا دلهي، وخاصه هلا ابني شوريا عم بيحضر لحفله زواجه، ما بدي مشاكل. بتمنى انه تفهمي هذا الشيء، ما بدي ماضي ابني اثر على حاضره باي شكل، هو عم ببلش حياته من جديد. قولوا لي اذا انتم ما رح تشتغلوا صح، انا وقتها رح خلي شوريا يفصلكم كلياتكم من الشغل، فهمتوا؟ ماشي ستي. مرحبا، انت مبسوطه اكيد. بكفي. نسيت تليفوني بشاحنه الاكل، يروح حدا منكم يجيب لي اياه. انا رح روح جيبه ستي. انت رح تجيبه؟ ايه خلص ولا يهمك. شوريا هذا دائما بيدور على فرصة لحتى يحكي مع مهيب، هو كتير ذكي، أخذ معه بحجة يجيب التليفون. تفضل تفضل تفضل. شو عم تساوي؟ لهيك هديتني الفستان؟ ايه تماما. ما تأخرت على الحفلة؟ يلا نفوت. عملت الحفلة لحتى خلي أهلك مشغولين شوي، بدي أقضي معك أكتر وقت. أنا ممكن إلك سر؟ هلا انا حاسه انه عم ساوي شيء. شو هو؟ انا شو كملي ما هيك، سكر عيونك شوي، اذا ضليت عم تطلع رح اخجل كتير. غمض عيونك. أنا ما رح أتركك أبداً مهيك، تعي. مين أنت؟ استنى. أنا آسف، أنا ما صار لك شي موجوعة؟ روق، أنا منيحة شوريا. شوريا يا حراس! ماما! مهد! شوريا، إصابتي خفيفة، ما صار شيء. ايه؟ قلتي خفيفة؟ عم تنزفي، كيف عم تقولي خفيفة؟ وانت؟ انا عم ادفع لك حتى تضل واقف جنب الباب ولا لا؟ روح جيب علبة الأسعاف واتصل بالدكتور، يلا روح! يلا شوريا، ليش عم تصرخ عليه؟ أنا قلت لك منيحة، ما صار لي شيء. اهدى بترجاك، ليش صرخت عليه؟ فهمني. كان في سيارة غريبة بأرض مطعمي وبسببها أنت تأذيتي، وعم تقولي لي ما صرخ عليه؟ لك هدول مو نفعانين لأي شيء. حبيبي طول بالك شوي، ايه لو سمحت. تفضل. Thank you.
روح شوف كاميرات المراقبة فوراً، بدي اطالع رقم السيارة. حاضر. بدي علمه للي كان عم يسوق السيارة درس بحياته ما ينسى. حارس؟ ايه؟ روح من هون. شوريا اهدى شوي، ليش هالعصبية هاي؟ شو صار؟ شوفي شوريا، شوفي شوفي. شو صاير معك؟ مرت عمي ما صار شيء ابدا، هي اصابة خفيفة كتير. مهك هلا هي اصابة خفيفة؟ شوريا بترجاك خلص اهدى، انت ليش معصب هالقد بدون سبب؟ يلا روق. انا منيحة، بعدين في عنا حفلة. خلص انسى اللي صار شوريا، روق. ايه ابني، اكيد رح يجي يوم ورح يتعاقب على اللي عمله. هلأ ليش لازم ننزع الحفلة بسببه؟ يلا 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 نفوت. عنجد شو جد قصتهم اشي غريبة هدول الاثنين، شكلهم بيحبوا بعض كتير. اي واضح، عنجد بتحسوا لقبيل لبعضهم كتير. استاذ كتير عالم متزوجوا مرتين، بس نحن هي اول مرة منشوف شخصين بيتزوجوا بعض مرتين، يا ريت لو تخبرنا عن السبب لو سمحت. لما تزوجنا اول مرة ما كنت بعرف أهمية الزواج، بس مهك فهمتني شو أهميته، لهيك أنا بدي أرجع أتزوجها. سيد كنا، نحن عرفنا أنه بدك تعمل مفاجأة بليلة الحفلة، فيك تخبرنا عنها؟ مفاجأة كتير حلوة، أنا شي كتير حلو، بس أنا ما أعرف ما حدا. شو المفاجأة؟ عن جد كتير حبيت لاقيه لبعض. شو رأيك؟ شي مرتب كتير. طبعاً أكيد. مهك هذا السيد سهيل المدير المالي. أهلين. السيد جامبير مرحباً، شغله بالإدارة. وهذا السيد ساتيش شريكي بالشغل. أهلا وسهلا. يا سادة هي هي مهك، خطيبتي مهك. شوريا انت كتير محظوظ، خطيبتك حلوة وبتاخد العقل. لا هي مو كتير حلوة، هي أحلى وحدة. بالإذن منكم تفضلي. عن جد مبسوط. هلا قالوا لي انتوا ليش هيك مجتمعين وقاعدين هون مثل اولاد المدارس المشاغبين؟ يلا تعالوا معي لشوف، رح نتسلى كتير. لا يلا ما في داعي لهذا الشي حبيبتي. ايه؟ لا تخافي انتي روحي. ايه نحن مبسوطين مع بعضنا هون. هيك احسن بنتي، مشان ما نزعج الناس المهمين اللي موجودين بالحفلة، لانه بتوقع انه اللي عم تعمله ستي بيكفي. فاذا نحن كمان اختلطنا بالضيوف وقت شوريا كنا رح يترك الحفلة باللي فيها وراح يروح ويهرب فورا. شو عم يصير؟ كل شيء مرتب هون ومنظم مثل ما شايفه. Yeah.
لا تخاف. مرحبا ستي. كيفك؟ منيحة ستي. آسفة، أنا قصدي يا شويت لانا، أنت كيفك؟ بتحبي جيب لك شي تاني غير اللي عم تاكلي؟ جربي، هذا كتير طيب.